أسعد الله أوقاتكم متابعي قناة درو وأبدأ. كيف حالكم أصدقائي؟ طبعا أنا بغيب، باجي يوم وبغيب 10، بعرف بس بتطمن كثير لما أشوف بعض يعني من التعليقات بتجينا على المحطة، فبتطمن إنها المحطة لساتها بخير وعلى ما يرام. طبعا في هذا الفيديو، طبعا تأخذونيش يعني رح تسمع صوت ابني معي في هذا الموجود، يعني أنا الصراحة مش ملاكي وقت صدقوني. بداية إحنا رح نخطط ونلون، فقط رح أفرجيكم أعرض عليكم أقلام التخطيط. أقلام التخطيط هذه هي الموجودة قدامكم، هي الفابر كاستل، وكمان ألوان الميكرون، عفوا أقلام تخطيط الميكرون، وفي كمان هاي طبعا هذا 0.5 اللي معي 0.5، وحابة أفرجيكم برضو نوعية أقلام زي ما أنتوا شايفينها، أقلام الميديوم، هاي أقلام ميديوم، الميديوم يعني الحجم الكبير لكن ليس البيج الضخم، هذا كمان ميديوم. هاي الألوان وهي الشركات مشان يكون عندكم علم ويكون عندكم خلفية شو الألوان اللي بستخدمها. فابر كاستيل طبعا 0.8 وكمان الميكرون، هني من أفضل أقلام التخطيط في العالم كله. المشهور أكثر هو الميكرون، وبيستخدم كثير لرسم المانجا، و زي ما انتو شايفين بلشت في تخطيط الصورة. طبعا الشخصية معي شخصية يامي من انمي بلاك لوفر، انا هاي الشخصية بعرفهاش، يعني مش عارفة بدي اتكلم عنها لانه انمي بلاك لوفر لساته يعني ما كملته، ما تبعته كثير، يعني تبعت في البداية ايام ما تعرفنا على الشخصية الرئيسية، حتى انا رسمتها بالمحطة هاي الشخصية، وسلامة عقلي اذا بتذكر شو اسمها، بس بظن انه اللي بتابع هذا الانمي بيعرف مين هي الشخصية الرئيسية. طبعا زي ما انتم شايفين انا معي حاليا قلم 0.8 اللي بخطط فيه. 0.8 اعرفوا كلمة صفر، صفر لما تنحط جنب الرقم في اقلام التخطيط اعرفوا ان هذا القلم تخطيط رفيع، رفيع لكن بدرجات، في اقلام رفيعة من صفر من نص ل 0.8، من نص يعني 0.1 2 3 4 5 6 7 8، 8 اخمل انواع التخطيط الرفيعه ومش الخميله. في لدرجه اقلام تخطيط اللي هي بتستخدم في المانجا كثير بيستخدموها، اقلام التخطيط الرفيعه مثلا بدهم يرسموا وجوه صغيره على كراسات صغيره بيستخدموا 0.1 0.2 لحد 0.3 او لرسم المانجا كمان. طبعا بعد ما قمت بتخطيط الشخصية راح اقوم بتلوينها، زي ما انتم شايفين تلوين بشرته قمحية، بستخدم دائما اقلام الباستيل لتلوين الشخصية. الصراحة هاي الشخصية هي اجتني من ضمن التعليقات، يعني اسمه يامي من انمي بلاك لوفر، فعجبتني كثير الشخصية، حبيتها كثير الشخصية، لها جماهيرية كثير كبيرة. خلص يا عهودة، خلص يا عهودة، مشان الله خليني اعرف اكمل، خليني اعرف اكمل، خليني اعرف احكي. انا غبت عن المحطة، خلوهم يعرفوا انا شو سبب غيابي. سبب غيابي هو الدوشة ابن الصغير هذا، يعني الصراحة مش مخليني اعمل اشي اخرى، هو من ضمن يعني هو من ضمن الاشياء اللي بتخليني شوي اتأخر عن المحطة، لانه بده مسؤولية الصراحة، بده مسؤولية. طبعا رمضان كريم وكل عام وانتم بخير، ومرق عنا عيد الام، ومرق عنا عيد الحب، ومرق عنا جميع الاعياد. طبعا احنا بنامنش الا في عيد في عيدين، عيد الفطر وعيد الاضحى، هاي الاعياد اللي اخترعوها الغرب يعني الصراحه. امهاتنا كل يوم اشوف امي، كل يوم اشوف امي بشوف عيد قدامي، كل يوم مش شرط يعني في يوم مخصص. الله يحفظ جميع الامهات ويرحم الامهات اللي ميته، ل يعني الله يرحمهم ويتكبد برحمتهم يا ربي. وطبعا مش بس الام اللي هي بتخلف والام اللي هي بتربي كمان، وتحياتي إلكن وين ما كنتن، وتحياتي لجميع الامهات اللي بتخلي اولادها يستفيدوا من قناه درو وابدا، لانه عن جد بالفعل تجينا رسائل شكر من بعض الامهات لانه استفادوا اولادهم كثير من القناه. فانا هذا كثير شرف الي، شرف عظيم الي اللي استمر، يعني كيف بديش استمر، غصبا عني بدي استمر في المحطة. فمشان هيك فانز بتمنى انه تفاعلكم يزيد، وبتمنى انه تشاركوا جميع الفيديوهات من قناتي للي بده يستفيد. زي ما انتم شايفين اثناء الحديث انا قمت بتلوينه باللون القمحي، طبعا مش اللون البيج، اللون اللي انا لونت بشرته، هو بشرته قمحية، بشرته مائلة الى الصفار او الى الالوان البنية، درجات البنية الحامية زي ما انتم شايفين. لما استخدم البيج الزهري هو بشرته مش فاتحة،
فهذا اللي جذبني بهاي الشخصية. يعني أنا بحب الشخصيات الألوانها بتكون حنطية أو بتكون قمحية، فيمكن هذا الشخصية ما إلها مكانة عظيمة بالأنمي. يمكن هو مدرب لشخصية آستا. ذكرت اسمه على فكرة، آستا يمكن اسمه، هو اللي هو الشخصية الرئيسية من أنمي بلاك لوش. بلشت الذاكرة ترجع لي، وحابة أذكركم أنه كراس الرسم طبعا هذا اللي أنا برسم فيه قرب يخلص، رح أرسم فيه كم رسمة بالرصاص بعد هذا الفيديو. طبعا الرسومات كلهن رح يكونن بالخطوات ورح تعرض جميعها برمضان. هذا الفيديو ما قبل رمضان، بس حبيت أن أطمنكم عليه وأحكي لكم القناة مستمرة. طبعا أنا رسمت كمان الشخصية الرئيسية من أنمي بليتش في القناة، لكن رسمتها بالخطوات، لكن يعني لحظة هبل هيك، لحظة غباء، يعني لحظة عدم وعي خلتني أضغط بالغلط على حذف الميموري فحذفته. يعني كل هالتعب وهالتلوين وهالرسم بالخطوات وكله حذفته بلمح البصر بثاني. شايفين؟ الله لا يحطكم في هالموقف شو صار فيه، حنبالي. فمع الأسف الشديد انحذف الفيديو اللي هو الشخصية الرئيسية من أنمي بليتش، لكن إن شاء الله راح أكون برسمه خطوة بخطوة في رمضان أكيد وبالرصاص. طبعا راح أذكركم كمان مرة، أنا سبق وأحكيت بالستاتوس إنه الرسم برمضان راح يكون فقط يشمل بالخطوات، طبعا الخطوات راح تظلها زي ما هي، لكن بالتخطيط وبالرصاص، يعني التخطيط والرصاص، ظلال الرصاص بدرجاته ما دون التلوين. مش راح نلون برمضان، راح نرسم بالرصاص. فبدي تقولوا لي برضو شو رأيكم بتلوين الرصاص، ومن حلو لحد يستخدم الرصاص، بالعكس الرصاص له هيبة كثير قوية في الرسم زي ما انتوا شايفين. أثناء الحديث قمت بتلوين شعره، طبعا استخدمت ألوان الباستيل للشعر السوداء. الألوان الباستيل السوداء هي من الألوان اللي أنا بتغلب فيها أثناء المسح في الصورة، لأنه أحيانا بقوم بالمسح ديال الباستيل وبعدين بقوم باستخدام قلم التخطيط زي ما انتوا شايفين، بتحايل بقلم التخطيط مشان يضبط معي الباستيل، لأن الباستيل أسود ما بكفي لحاله. استخدمت اللون السكني الفاتح المايل للبياض وعمل لماع للشعر زي ما انتوا شايفين، والوان السكني على الرداء الملابس اللي لابسهن. بعلم السيجارة منيح. هسا بقوم بالتخطيطات الخارجية زي ما انتوا شايفين، مهم جدا انه ما بعد الباستيل نقوم ايضا بالتخطيط كمان مرة. بقوم بالتلوين هذا الجزء باللون الاسود، لانه هو على حد علمي زي ما انتوا شايفين بيغدى لابس وشاح اسود هيك على جنبه، بيغدى مرسوم عليه زي علامة علامة، يمكن علامة الشيطان، يمكن علامة، والله ما بعرف شعار، والله ما بعرف شو هو بالضبط. بس انا ما رسمتوش بالذهبي لانه فيش وساع زي ما انتوا شايفين للوشاح، رسمت جزء بسيط منه. قمت برسم التيشيرت اللي لابسه، وبعدين قمت بتخطيط اليدين زي ما شايفين. شايفين كيف التخطيط كيف بيبرز دائما اللوحة؟ تخطيط يا عمي، وسحر التخطيط اشي بجنن. هسا بقوم بعمل اللي هي الكوة، او زي ما انتوا شايفين يمكن هذه زي كوة النار السوداء مثلا، اشي بيطلع من السيف هيك عنده قوة معينة، بتعرفوا كل قوة خارقة إلها قوة معينة بالانمي. فأعجبني هذا الجزء من ناحية السيف، من ناحية القوة اللي طالعة من السيف. طبعا ضربته بالباستيل الأسود ومسحته في صباعي، الباستيل بالمسح وشطب ومسح في صباع بس. عشان هيك أنا بحب كثير كثير ألوان الباستيل. وهذا النتيجة النهائية طبعا للصورة، هذا النتيجة النهائية الرسمة. حطيت دخن اللي هي اللي طالعة من السيجارة، تظبيطات نهائية هيك، تلميع باللون، مش تلميع مش باللون، بالمحاي، بقوم بمسح الباستيل بالمحاي. ملاحظة، أنا بعد ما أخلص تلوين دائما بس بظهروش في الفيديو، بمسك بخاخ وبرش على الصورة بخاخ مشان الألوان اللي أنا لونتها على الرسمة هي ألوان الباستيل. مصيبة 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 إذا ما استخدمتش هذا البخاخ، لأنه إذا أي حدا بيلمس اللوحة بيلمس السواد اللي أنا شحبطته هذا في صباعي بيعلم وبيخرب الصورة كلها. فمشان هيك في عندي مادة أنا برشها عليه، برشها فوق الباستيل مشان الباستيل يثبت على الرسمة في النهاية، بيحمي الرسمة وكمان بيحمي ايدينا انن يوسخن باللون الاسود. وهيك وصلت لنتيجة نهائية للصورة، بتمنى انها تنال اعجابكم. بس حبيت اعطيكم خلفية عن التلوين زي ما انتم شايفين، اندماجات التلوين، بتمنى انه تكونوا استفدتوا، وعسى ان نلتقي في فيديوهات اخرى اصدقائي، وسلام.